فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فإنه لا يسمى صحابيا، مثل النجاشي رحمه الله، فإنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه فلا يقال أنه صحابي. ولما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وخرج بهم وصلى عليه صلاة الغائب، آمن بالنبي ولم يره، هذا ليس بصحابي ولكن يعتبر من التابعين.